كابتن اسامه ده وجهه نظر، وجهه النظر الاخرى تقول لك يا جماعه ده دور ال 32 فريق اتحاد المنستيري، فريق اسمه كبير وله دور هايل وكل حاجه، لكن في هذه المباراه لم يعني لم يكن جيدا، بدليل ان هم حطوا مدرب عام في خطوه كانت غريبه او مفاجاه يعني بالنسبه لهم مع درانكوفيتش، وبالتالي يقول لك يعني برضه لسه بدري احنا ما عملناش حاجه. لسه بدري احنا ما عملناش حاجه، دي حقيقه، دي قصه ثانيه. حقيقي، لانه الاستمراريه واستمراريه الاداء وتطوره وتطور النتائج هو اللي هيدي الاطمئنان الكامل سواء لمجلس اداره سواء للجهاز الفني نفسه، وطبعا بالطبع جماهير كره القدم. لكن هي البدايه كان مهم جدا فيها المكسب. صحيح المكسب جه في الدقيقة الأخيرة أو الثانية الأخيرة، ولكن الدقيقة الأخيرة دي موجودة في كرة القدم، والنادي الأهلي متعود زي ما الكابتن ماهر قال أنه الناس بتستنى النادي الأهلي حتى يمكن بعد ما الماتش يخلص هيكسب أو لا. صحيح. يعني الناس عندها ثقة أنه إحنا في لغاية الثانية الأخيرة الأهلي ممكن يكسب. فالمكسب في أول لقاء وخارج ملعبنا بغض النظر عن ان المباراه مع منافس طبعا قوي، ولكن مش هنقول بقوه الانديه العريقه مثلا في تونس زي الترجي او غيره، لكنه كان المنافس على الدوري الموسم اللي فات بفرق نقطتين بس عن الترجي، فريق منظم دفاعيا ولكنه ما مثلش اي خطوره طوال ال 90 دقيقة على مرمى الشناوي يعني. نعم. النادي الأهلي كان مستحوذ على اللقاء تقريبا في معظمه، بالذات الشوط الأولاني كان فيه إصرار وروح عالية جدا وتقارب الخطوط زي ما الكابتن ماهر قال، ولكن يمكن بس هي كانت الخطورة على المرمى هي اللي كانت مش بشكل كبير يعني. طبعا ده زي ما قلت هيحصل بالاستمرارية والتطور في الأداء. أيوة. والحاجات اللي الراجل هيشتغل عليها اللي ناقصة، هل مثلا مفيش اختراقات من على الأطراف، هل مفيش تسديد، هل مفيش، لكن بمجمل اللقاء الأهلي هو اللي كان مسيطر والمستحوذ هو الأقرب للمرمى، ولذلك الفوز جه مستحق يعني، رغم أنه جه في الثانية الأخيرة ولكنه فوز مستحق يعني في أحداث اللقاء. الشوط الثاني يمكن ابتدى يحصل تعب شوية نسبيا، ولكن برضو الأهلي كان مسيطر ومستحوذ، وحتى التغييرات ابتدت يمكن بعد 10 دقائق أو ربع ساعة من الشوط الثاني. نعم. بنزول قفشة وعصام حسن وشريف برضو إلى حد ما نشطت شوية، ولكن البداية تعتبر جيدة بالنسبة لبعد شهر أو شهر ونص فيه لعيبة ما كانتش بتلعب، لكن محتاجين كتير لسه إن شاء الله يعني.